بسم الله الرحمن الرحيم. نفس العقلية الأمنية هي حضراتكم هتشوفوا دلوقتي خناقة في فندق سوفوتيل. كنا عاملين اجتماع بسيط مع وفد من منظمات المجتمع المدني جايين من أمريكا عشان يزوروا مصر، ودول وفد مؤيد جدا للمسلمين في الشرق الأوسط ومؤيد للقضية الفلسطينية، وجايين يزوروا مصر يتعرفوا على الثورة المصرية عن قريب وعن المرحلة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. جاء رجال الأمن أمن الفندق وقالوا إن في تعليمات إن محدش يتكلم في السياسة ومحدش يتكلم في أي أمور سياسية، وبدأوا يحاولوا يتحرشوا بينا، لكن الحمد لله كان معنا الدكتور سليم العوة، وهتشوفوا الموقف وهتشوفوا خناقة تؤكد ان احنا ولا كأن في ثورة ولا كأن في حاجة. واللي عايز يقعد في بيته وتاني قاعد ها ويتني الامن يحكمنا بنفس العقلية القديمة. ارجوكوا تفرجوا وقولوا رأيكوا على شبكة يقين الاخبارية. الاسوي عشان التعليمات اللي عندكم تتغير. احنا هلا عاملين التعليمات اكيد سيادة اللي هو ماشي فيها، بس انا عم بحكي عن نوعية الاجتماع. نوعية الاجتماع الاحرار فيه. احنا لما ناخد احنا احرار فيه. احنا احرار فيه. انا عايز اقول حاجة يا دكتور. Prevent me from bringing my guests. حريات سعادتك. For any, في اي شيء. You cannot. Then why didn't we declare it من الاول? بشغلك. انا عايز اوضة. انا باجر منك مكان. بس. What's the content of the meeting? دول ناس بيتكلموا على كلام شفوي بتاع قديمه. لو كان احمد عز اللي قاعد كان ادوله تعظيم سلام. خلينا نتكلم مع ضيوفنا. قلت لهم اطلعوا بره، انتوا واقفين ليه؟ انا باجر اوضه بفلوس مش عشان حد يقعد معايا. يعني طريقه فظيعه يا احمد بيه. وانا دلوقتي هعمل مؤتمر صحفي. ايوه النمط القديم طبعا. الله، امال احنا عملنا كل اللي عملناه ليه يا احمد بيه؟ عرضنا نفسنا للموت عشان يفضلوا دول يحكمونا؟ ما ينفعش. دعيت وكالات الانباء والتلفزيونات حول اللي حصل. لانه ده جرائم يعني. لا فندم، والحقيقه انا يعني عايز اقول لحضرتك كان معانا طبعا لما جه ودخل الغرفه الانفيه كان بيتكلم بادب، لكن اخواني اللي معايا الاستاذ محمد مؤمن والاستاذ عمرو علي وكده قالوا لي انه كان الامر بلغ مدى قله الادب، يعني قله الادب في الشارع مع ناس محترمين رؤساء مجلس اداره شركات. انا طبعا انت عارف يعني انا معيش ناس من القهوه. لا هو الشاب اللبناني اللي هو مدير الفندق جه وقال احنا بننفذ تعليمات، واللواء ده اللي كلم حضرتك بتاع الامن الوطني سابقا ولا مش عارف الامن القومي ولا ايه، سامي شلبي ده قال انه انا عندي تعليمات من، فقلت له منين التعليمات؟ قال من جهات متعدده وبعدين قال من الامن القومي. ستوب ذا ميتنج. مين اللي عمل كده يا عمرو؟ المينستر اوف انتيرير. مين اللي عمل كده يا عمرو؟ مين اللي عمل كده؟ شخص هددني من شويه انا ورفيق هددني. ما كنت تحت من يقول لي انا هحقق شفافي وهجيب الامن. لا لا معلش خلينا انا مش التليفون ده نشوف. اسلوب بسيط تمام. طيب دلوقتي اسلوب سخيف. خلي سعادتك معايا. شوف معانا كده شوف وراح نشوف التعليمات الموجوده عندنا. لو سمحت لو سمحت اتفضل. مشرفينا بس احنا بنتابع بقى الحصل. انت ضيوفنا ومشرفينا بس احنا بنتابع بقى الحصل. انت ضيوفنا ومشرفينا بس احنا بنتابع بقى الحصل. يعني لو الحزب الوطني في عمل محكمة استنى يا اهل الوطن. يا استنى شويه بتكلم في التليفون. احمد بين انا في فندق سوفيتيل ومعايا في فندق سوفيتيل اللي كان شيراتون الجزيره زمان. ومعايا ضيوف من كندا وامريكا من منظمات المجتمع المدني وبنتكلم عن اللي حصل في البلد واللي حصل في الثوره واللي حصل في الترشح للرئاسه وكلام كده. جدا. بس نقعد ورا النيل ولا نقف فين؟ طيب ماشي. انا بس عندي حاجه مهمه قوي. يحيى ما تخرجش لوحدك، لازم نخرج كلنا سوا لان هم هيحاولوا ياخدوا الكاميرا. ايوه فاهمني؟ انا مش بهزر. We're going to get out together.